حبيبي انت الف مبروك، حيانا هذا النجم نجم العراق الواعد، ان شاء الله راح يبلش مشواره من اليوم. احنا كلنا كنا ثقه به عاليه وحبيناه من اول ما طلعنا، اسبوع عن اسبوع كان نلاحظه يتطور تطور خيالي ونفرح له، بالفعل اليوم شفناه قلبنا صار هالكبرى. والله استاذ بنصايحكم، والله بنصايح الاساتذه الحمد لله والشكر قدرت احقق الحلم. وانا هيك اوجه رساله صغيره، يعني يمكن استاذ سيف يوافقني الراي. انا من كنت صغير الحياه كانت بالنسبه لي تحدي، والله العظيم. دائما اي واحد يشوفني ورا الشاشه، يمكن اما ارجع واقول استاذ سيف يمكن يوافقني الراي، احلم والله راح توصل، بس اسعى ورا حلمك، اذا انت كان عندك حلم اسعى ورا حلمك راح توصل والله. انا كنت احلم من انا صغير واشوف الناس تطلع بالتلفزيون تقول حبيبي تقول دائما تقول اسعوا ورا حلمكم راح توصلون، اقول انا معقوله واحد من هاي الناس؟ بس الحمد لله واشكر هساني هنا وكنت واحد من هاي الناس. فاذا تريد تحلم تقدر توصل لحلمك، والله يخليك لنا وللعراق. حبيبي استاذ سيف والله العظيم هاي من احلى ايام حياتي، لا ان لم تكن الاحلى يعني. يا حبيبي انت حبيبي فدوى العمر، تستاهل هذا اللقب بكل جداره، فدوى الطول حبيبي استاذ سيف، فدوى العين، الله يخليك لنا حبيبي. شكرا استاذ، شكرا.